السلام عليكم، عصام برجة، مسؤول إداري بالمهرجان. إذا المهرجان الدولي لفيلم الهواة بمدينة جوجدة هذه السنة كيعرف الانتقال ديالو من الصبغة الوطنية للصبغة الدولية. هي دورة اللي كنا كنتمناو أنها تكون حضورية، لكن مع الأسف بسبب الجائحة ما تمكنش ذلك. في نفس الوقت كيف كنقول بأن الجائحة ما خلاتناش نبقاو مكتوفي الأيدي وكنتسناوها حتى تزول، ولكن بالعكس خدمنا بشكل استثنائي وبشكل غير اعتيادي. بالنسبة للورشات اللي كانت مقررة لهذه الدورة واللي هي الدورة السادسة، كانوا جوج ديال الورشات، ورشة خاصة بالتصوير والروبورتاج مع الأستاذ القدير إبراهيم جديد، والورشة الثانية كانت ديال الإخراج مع الأستاذ مراد فيجي. أنه المهرجان كيعرف الانتقال من الصبغة الوطنية للصبغة الدولية، دونك ما بقاوش غير المغاربة اللي قادرين يشاركوا معنا، بل بالعكس كان في تحلل موند كامل. وبطبيعة الحال هذا كيخلق واحد التنوع في الأفلام اللي هي مشاركة في المسابقة الرسمية. نقدر نقول سبب واحد هو محاولة ما أمكن الانفتاح على ثقافات أخرى، على سينمات أخرى، ومحاولة ما أمكن نخليو ذلك التلاقح بين الشباب ديالنا اللي هما في المغرب وشباب آخرين اللي كيخدموا في السينما بطبيعة الحال في دول أخرى. فاطمة زهرة حكمي من بين المشرفين على مهرجان وجدة الدولي لفيلم الهواة. هاد السنة كان الشعار ديالنا هو سنة استثنائية بإبداع استثنائي، وبطبيعة الحال هاد الشيء اللي خلانا رغم الجائحة ورغم كورونا ورغم الظروف إلا أننا نخرجوا بواحد الإبداع اللي هو متميز واللي هو استثنائي من بين، وهاد الشيء اللي غادي يلاحظوه واللي غادي تلاحظوه من خلال البرامج والورشات، التنوع ديالها وكذلك الضيوف ديالها وكذلك المواضيع ديالها وكيفاش أنها الصيغه ديالها كيفاش خرجت. هذا الشيء كامل نتيجه لهذا الابداع. لذلك كنقول لكم انه هذا السنه ان شاء الله غادي تكون واحد المهرجان اللي هو متميز، طابع شبابي 100% وكذلك طابع ابداعي 100%. فانتظرونا وشكرا.